السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أوكم بريال. طبعا عندنا هنا يمكن 2010 عند حساس البنزين ما هو شغال. لما فحصنا الكمبيوتر طلع عند الحساس، طبعا حتى لمة الماكينة شغالة عنده، لأنه الأشياء الرئيسية والحساسة زي حساس ضغط الزيت حساس البنزين إذا تعطل راح تولع معاه لمبة المحرك. راح إن شاء الله نغير له الحساس وأشوف مو شغال. راح إن شاء الله نغير الحساس، طبعا تقدر تفك الخزان وتغير الترومبة معروف، لكن أنا راح أفك بس الترومبة وغير الحساس وراح أصور بس طريقة الحساس. حتى أنا برضه سبق أني طرحت الفكرة هذه أو التجربة هذه في الموقع، لكن أنا بس حبيت أنه عشان نعالج لمة المحرك هذه المشكلة عنده حساس المؤشر حق البنزين عطلة للعوامة. طبعا هذه العوامة القديمة العطلانة، طبعا الرجل جاب لي على عوامة قالوا الكهربائي هذه تركب ولازم مركبت ولا هي حولها بعيد كل البعد حتى في الشكل والتركيب وده كله. فتواصلت مع الرجال أعطيته رقم القطعة فأخذ لي هذه القطعة، هذه الحساس العوامة تيجي برضه مع الوجه حق الترومبا، وهذه رقم القطعة راح نركبها نختبرها الآن قبل ما نركبها. للأسف برضو ما ركبت لأن هذه فيها زيادة من أسفل فهي تركها في القاعدة، وهذه شوفوها شوف المسافة بين هنا إلى هنا قصيرة، أشوف الحجم الفرق هذا شوف القياس على الطبيعة. لاحظ المسافة في زيادة لصالح القطعة البيضاء، فراح نغير القاعدة هذه. طبعا ننقل العوامة والشريحة هذه محل الشريحة اللي هنا محل العوامة اللي هنا بهذا الشكل. الآن عندنا العوامة الجديدة اللي أخذناها أو أخذها الرجال ما ركبت بالقاعدة حقتها، ركبناها على القاعدة القديمة راح نشبكها ونختبرها. شوف الآن ركبت شكلها تمام، لا نختبرها. الآن رفعنا العوامة أو المؤشر كأنها على الفل، حطينا هذه بس ركيزة راح نشغل سويش الآن. طبعا للأسف والله العظيم تعبت تعب كثير غير طبيعي، طلع عندي في الفحص حساس، جينا غيرنا الحساس نفس المشكلة من الوكالة، وبرضه يعني بعض الحين يمسك معي يشتغل وبعضه ما يمسك. يعني ايش السوات؟ تأكد من الفيشة كلها سليمة، الضفيرة كلها سليمة، طلع للأسف من الراس افياش الحساس اللي تركب في العوامة. للأسف شكليا كويسة لكن واقعيا ما توصل كهرباء، ومع الحركة توصل وما توصل. فالآن اضطريت اني اقص الروس حق السلك القديم، وفي عندي جابها الرجال عوامة مستخدمة حق سيارة ثانية ما تركب نهائيا، اخذت الروس وركبتها وما شاء الله تبارك الله الآن طفي طبيعي. يعني الشغلة صراحة متعبة، يعني أحيانا تغير بعض الأشياء جديد حساسات أو مثل نظام أو كنترول أو درجة هي، وتلاقي المشكلة في الضفيرة، مع أن الضفيرة أحيانا يدولك أنها ما فيها شيء بس المشكلة من نفس الخط. فصراحة أحيانا تحتاج إلى متابعة، ولكن المتابعة هذه تحتاج إلى فني كهربائي لأنه متخصص لها وعط الخبز خباز. أنا والله ماني كهربائي ولا شيء، أنا رجل مجتهد وأطبق بس مجرد تطبيق. طبعا هذا القصة اللي انا قصيتها، وهذا الفياش طبعا ما تتغير الا مع الفيشة كاملة. فالبعض يقول لك الان لما تجرحها وتحطها في البنزين راح ما في التماس، لان اساسا عندك هنا نفس الفياش
أو رؤوس الأفياش هي موجودة في البنزين وما يسوي التماس. فالآن راح نضطر إنه نحط الرؤوس هذه في الحساسات أو العوامة القديمة ونشوف نتأكد هل هي شغالة أم لا. طبعا نجح مع التوليفة. يعني المشكلة كانت من سلك العوامة وليس من العوامة. طبعا ركبنا العوامة، رهمنا، ثبتناها، راح نشغل ونجرب. الآن هي كذا كأنها العوامة على الفل. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله رب العالمين. راح نطبق وبعدها نختبر ونمسح العطال لأن مثل المحرك شغالة معنا عشان حساس البنزين أو العوامة. طبعا طبقنا كل شيء. خلونا نجرب الآن. طبعا هذا البنزين موجود في التانكي. دام اشتغل معنا لا راح نمسح العطال عشان تروح لمبة الماكينة هذه.